وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنشئ مجمعات تسويقية حديثة لإعانة العاطلين عن العمل بالمحافظة ولعدة أقضية، ولكن المفاجأة مرت على افتتاحها أكثر من 8 أشهر ولم يرى العاطلون شيئا ملموسا يعينهم على المعيشة الضنكة. هذا المشروع المحلات مال العاطلين عن العمل صار 8 أشهر من فتحوها، الناس اللي قدمت عليه كيفت باكر عقبه راح ينفتح، العموم المحافظه صرفوا عليه مليارات، لا هم فاتحي ولا هم منطي للناس اللي قدمت عليها. احنا نتامل من جهات المعنيه يريد يشوفون الخلل وين بالبلديه بالمحافظه بالوزاره، ها اخاف هم مثل باقي المشاريع هو مال عاطل عن العمل هم يريد يجي الزنقين وهم يريد ياخذه. هاي المحلات اللي تبنتها الرعايه الاجتماعيه مع بنايه المحافظه اللي متمثله بالشخص المحافظ سيد المحافظ كملوا هذا المشروع، صار لهم تقريبا بحدود 8 أشهر واجى وكيل الوزير افتتحها، لحد هاي اللحظه ما توزعت. يعني هاي شوكت ينطوها، شوكت ينطوها المستحقيها، زين هل اكو مساومات عليها مثلا من المسؤولين؟ حاولنا الحصول على تصريح احد المعنيين لنعرف أسباب عدم التسليم ولم نجد، فأرفدنا أحد المتابعين بأن الفساد يشوب هذه الصفقة وإن التخطيط لاختيار أماكن هذه الأسواق غير مدروس. نأتي على المسألة لأن مكانها ليس صالحا لغرض الاستغلال، أولا لأن موقعها خارج أو في أطراف المدينة، علما أن الأسواق التي يتسوق منها المواطن هي في وسط المدينة، وثانيا 8 أشهر مضت على إكمالها ولم توزع، هذا يثير الشك أن هناك فساد في فساد وتقاسم الكعكة ما بين المسؤولين. كعكة أو غنيمة سال عليها لعاب بعض المسؤولين وحرموا منها مستحقيها الحقيقيين بعد أن كانوا يأملون بأن هذه المحال أحد أسباب الرزق لهم بدل التجاوزات العشوائية أو ما تعرف بالبسطيات. من صلاح الدين براك العان، قناة دجلة.